من لندن مراسلنا أشرف سعد. إذن أشرف، نتابع منذ إعلان ليز تراس استقالتها العديد من ردود الفعل بطبيعة الحال، ولكن اشرح لنا أكثر ما هو المتعلق بحزب المحافظين منذ هذه الاستقالة وحتى 28 من أكتوبر. تصريحات السير جرهام برادي كانت واضحة للغاية، سيتم دعوة أعضاء الحزب للتصويت على اختيار زعيم جديد للحزب يوم الجمعة المقبل 28 من أكتوبر، معنى ذلك أن كل من يرغب في الترشح لزعامة الحزب سيترشح، وكل من يحق له التصويت من أعضاء الحزب سيدلي بصوته في هذه الانتخابات. هذا ربما يكون مؤشرا مهما لمن سيكون الزعيم المقبل للحزب من بين المرشحين، لم نعرف الأسماء رسميا بعد، ولكن إذا ما قرر بوريس جونسون الترشح فإن فرصه ستكون كبيرة، لأنه يحظى بشعبية كبيرة بين أعضاء الحزب أنفسهم، ربما لا يحظى بنفس الشعبية بين ممثلي الحزب في البرلمان، ولكنه بالتأكيد له شعبية كبيرة بين أعضاء الحزب. الأمر نفسه ينطبق على ريشي سوناك وزير المالية الأسبق، والذي كان منافسا قويا لليز تراس في اختيارها لزعامة الحزب. أيضا سوناك ليس له شعبية كبيرة بين أعضاء الحزب. من سيقرر أيضا خوض هذه الانتخابات؟ هل سنشهد عودة جيريمي هانت وزير المالية الحالي إلى الصراع، أم أنه سيفضل عدم المشاركة كما قال سابقا؟ هل هناك فرصة لبين والاس وزير الدفاع الذي كان متميزا بأنه بعيد عن كل هذه الصراعات الداخلية داخل الحزب ويكتفي فقط بأداء مهامه الوظيفية كوزير للدفاع؟ وهذا بالطبع عزز من صورته ومن شعبيته بين المواطنين البريطانيين. ولكن بالتأكيد يوم الجمعة المقبل سنعرف من هو زعيم الحزب الجديد، وسنعرف من سيكون رئيس الوزراء الأول في عهد الملك تشارلز الثالث الذي سيكلفه الملك رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة وإدارة دفة البلاد حتى الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2024. ليس معنى ذلك أن المشاكل ستنتهي وستحقق الاستقرار، لأن الحزب ما زالت به الكثير من الخلافات والكثير من المشاكل، وأيا كان من سيتولى رئاسة الوزراء وزعامة الحزب سيواجه معارضة داخلية قوية وسيواجه معارك طاحنة ربما ترغب في الإطاحة به لصالح مرشح أو مرشح ثاني. شكرا جزيلا لك من لندن على هذه المتابعة. من لندن أيضا أشرف سعد، شكرا جزيلا.